يعمل معي رجل تارك للصلاة وقد نصحته كثيرا دون فائدة، يقول لي هناك شيء يمنعني من الصلاة، فما حكم الأكل مع هذا الرجل؟ وإذا أعطاني طعام هل أأكله؟ لا يمنع من الصلاة إلا زوال العقل، فإذا كان مجنونا أو معتوها وليس له عقل هذا ليس عليه صلاة، رفع القلم عن ثلاثة. أما ما دام فيه العقل فلا تسقط عنه الصلاة بحال، يصلي على حسب حاله ولو مضطجعا ولو على ظهره. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال عليه الصلاة والسلام يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فلا يترك الصلاة ما دام عقله موجودا. أما لصار من المجانين والمعاتيه اللي ما فيهم عقول هذا ساقط عنه التكليف. نعم. وما دام أنه ما يقبل منك النصيحة فلا تصاحبه، عليك أن تبتعد عنه. نعم.